السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نخصصها اليوم للحديث عن الوضع الصحي والكارثي في اليمن وانتشار مرض الدفتيريا وأيضا الجمرة الخبيثة بصورة مفاجئة. بينما الحرب مستمرة منذ قرابة 3 سنوات، تشهد اليمن انهيارا ملموسا في مختلف المجالات خصوصا الصحية، فهو أحد أهم المجالات المتأثر بظروف الحرب في اليمن، حيث يعيش تدهورا عاد بالشعب اليمني إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر، حيث ثالوث الفقر والجهل والمرض نتيجة للانقلاب وتبعاته، أدت إلى توقف أكثر من 60% من مؤسسات القطاع الصحي. حرب مدمرة أودت بأكثر من 500 مؤسسة صحية للدمار الكلي والجزئي. ووفقا للاتحاد العام للأطباء العرب، فإن اليمن بحاجة على الأقل ل100 مليون دولار لإعادة تأهيل وتشغيل المراكز الصحية التي دمرتها الحرب في عموم المحافظات. في ظل هذا الوضع المتدهور، انتشرت الكوليرا وقتلت أكثر من 2200 حالة، وفجأة ظهرت الدفتيريا أو ما يعرف باسم الخناق في 4 من مديريات محافظة إب، ففتكت بأكثر من 90 حالة، منهم 12 حالة وفاة غالبيتهم من الأطفال. وقبل نحو أسبوع ظهرت حالة إصابة واحدة بالجمرة الخبيثة في تعز. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش ما يفترض القيام به من الجهود الحكومية والدولية لمواجهة هذا الوباء للحد من انتشاره. في البداية اسمحوا لي أن أرحب، سيكون معنا من عدن نائب مدير مكتب الصحة الدكتور محمد بن ربيد، وسيكون معنا من تعز مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحيم السامعي، وكذلك سيكون معنا من صنعاء المتحدث باسم الصليب الأحمر عدنان حزام. أبدأ هذه الحلقة مع الدكتور عادل أو عدنان حزام مسؤول الصليب الأحمر في صنعاء. مرحبا بك أستاذ عدنان المتحدث باسم الصليب الأحمر، أهلا بك. مساء الخير. مرحبا بك أستاذ عدنان. في البداية، يعني كيف تابعتم انتشار مرض الدفتيريا وأيضا الجمرة الخبيثة، وما الذي رصدتموه أنتم في الصليب الأحمر؟ أعتقد في الوضع الحالي وخلال مقدمة الذكاء الذي ذكرتها، يتضح جليا مدى سوء الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام، والوضع الصحي وكذلك النظام الصحي بشكل خاص. هناك معظم تلك المنشآت الصحية لا تعمل، هناك نقص حاد في المواد الصحية والإمدادات الطبية. بالطبع هنا سيكون من النتائج تفشي الأوبئة. هناك تحركات من جانبنا نحن في اللجنة الدولية الصليب الأحمر منذ أن تفشى هذا الوباء، وباء الكوليرا وغيرها من الأوبئة، بتقديم ما يمكن تقديمه لدعم هذا القطاع الحيوي، القطاع الصحي الذي للأسف الشديد في الوضع الحالي لا يستطيع تقديم خدماته لملايين اليمنيين. نحاول من خلال تلك الجهود المتواضعة كغيرنا من المنظمات الإنسانية العاملة حاليا في اليمن الذي يعاني لأكثر من 2.5 عام من الصراع، أن نخفف من هذه المعاناة. نعم أستاذ عدنان، لا شك أن مرض الكوليرا بدأ بانتشار بصورة بسيطة، ثم بعد ذلك حلت الكارثة في اليمن ووصل عدد الإصابات تقريبا ما يقارب 900 ألف الذين أصيبوا بهذا الوباء، أو على الأقل يشتبه الإصابة بهم. الآن من مرض الدفتيريا ينتشر في محافظة إب بصورة مفاجئة، 90 حالة التي أصيبت، منها 12 حالة يعني توفت، منها معظمهم من الأطفال. هل هناك من احتياطات قمتم أنتم بها في الصليب الأحمر لتفادي انتشار هذا الوباء، أو على الأقل الحد من انتشاره؟ نحن ومنذ بداية هذا الصراع ركزنا في الجانب الأساسي في الجانب الصحي. كان في البداية من خلال توفير المحاليل التي تنقذ حياة الجرحى، لأنه كان في بداية الصراع هناك عدد كبير من الجرحى وكان هناك شحة كبيرة في هذا الجانب. إلى أن جاءت هذه الأوبئة، نحن في الفترة الحالية نقوم بعملية الرصد وكذلك المتابعة وكذلك أخذ المعلومات بما يخص هذه الأوبئة التي ظهرت حديثا.
طبعا إذا كان هناك لدينا تدخلات، نحن في الجانب الأساسي في الوقت الحالي نركز على الكوليرا في الجانب الطبي من خلال توفير المستلزمات الطبية والمحاليل في هذا الجانب، وكذلك في الجانب التوعوي نحن نعمل جنبا إلى جنب مع زملائنا في الهلال الأحمر اليمني من خلال حملة التوعية بكيفية الوقاية من مرض الكوليرا. نعم هناك أوبئة ظهرت، نحاول نحن من خلال رصد وجمع المعلومات في هذا الجانب من أجل أن نرى كيف إمكانية التدخل فيها للحد من تلك الأوبئة. نعم. طيب أستاذ عدنان، الالتزامات المجتمع الدولي والمنظمات الصحية يعني هل أوفت بوعودها في دعم اليمن من أجل إعادة تأهيل المراكز الصحية التي تضررت، من أجل أيضا محاربة أي أوبئة أو أمراض تنتشر في اليمن؟ أعتقد هناك جهود دولية طيبة في هذا الجانب، ولكن هناك مطلوب المزيد، فالاحتياجات كبيرة جدا. هناك بنية تحتية صحية مدمرة أو مغلقة أو لا تستطيع العمل، هناك شحة في الأدوية وكذلك في دخولها. كما تعلم أنه أصدرنا اليوم بيان بأن يكون هناك فتح بشكل عاجل جميع الحدود لدخول المساعدات والإمدادات الطبية. هناك احتياجات كبيرة جدا، هناك وضع إنساني للأسف الشديد مزري، هناك إمكانية متواضعة، نحاول نحن كمنظمات إنسانية أن نخفف من معاناة المصابين أو كذلك اليمنيين الذين يعانون لأكثر من سنة ونصف من صراع دمر الأخضر واليابس. نعم. نحاول بقدر الاستطاعة التخفيف في جميع المجالات، سواء في المجال الصحي أو المجال الإغاثي. نتمنى من المجتمع الدولي أن يضاعف وأن يبذل جهود أكثر في الجانب الإنساني، وأن يكون هناك تحييد لهذا القطاع الأساسي وكذلك غيرها من القطاعات الخدمية الأساسية من هذا الصراع. نعم. وأن يكون هناك جهد إنساني كبير. نعم. في هذا الجانب. طيب أستاذ عدنان، تكرم بالبقاء معي ونشرك معنا في الحديث الدكتور عبد الرحيم السامعي، مدير مكتب الصحة من محافظة تعز. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم. مرحبا بك بالسادة المشاهدين وضيفك الكريم من صنعاء. أهلا بك دكتور عبد الرحيم. ربما بصورة مفاجئة يظهر مرض الجمرة الخبيثة من جديد وفي تعز، هل يعني مدى خطورة هذا المرض، مدى إمكانية انتشاره أو الحد منه؟ ضعنا بصورة ما حدث والتفاصيل. شكرا جزيلا على الاستضافة، وأحب أن أؤكد في البداية وقبل أن نتوه في مواضع كثيرة إلى أن الحالة التي تم تسجيلها مرض جمرة خبيثة في تعز هي حالة جلدية، والمعروف أن مرض الجمرة الخبيثة يكون خطير عندما يتحول إلى الجهاز التنفسي والجهاز البلعي، وبالتالي كان الإعلان عن ظهور أول حالة للجمرة الخبيثة ولو أنها جلدية هو من باب رفع الوعي لدى المجتمع، وكذلك لرفع الجاهزية لدى القطاع الصحي ووزارة الصحة. وبالتالي حتى هذه اللحظة أستطيع القول بأنه ليس هناك خطورة، لكن لابد أن تبقى العيون مفتوحة حتى يتم الرقابة على الحيوانات آكلة العشب والتي يستخدمها الإنسان. نعم. سواء كلحوم أو الأصواف أو يتعامل معها. نعم. لأنها الطريقة التي تنتقل عبرها. طيب دكتور عبد الرحيم، هذه الحالة هل هي حالة مثلا نادرة وقد تكون وحيدة، أم هناك ربما مؤشرات لانتشار المرض بشكل مخيف كما حدث في مرات سابقة تقريبا قبل 7 إلى 8 أعوام؟ مرض الجمرة الخبيثة والدفتيريا والأمراض التي قابلة للتطعيم هي الأمراض التي تظهر في الكوارث والحروب، وعندما
تنهار المنظومات الصحية مثل ما هو حادث الآن أو حاصل في محافظة تعز، نعم وبالتالي يظل التخوف من انتشار أي مرض سواء كان الجمر الخبيث أو الدفتيريا هو محل ترقب، ولا بد من رفع الجاهزية. وبالتالي كان الإعلان عن تسجيل أول حالة لمرض الجمر الخبيثة هو من باب التوضيح والشفافية حتى لا يقال أن أحد الأمراض التي كانت قد انقرضت بدأت بالظهور ولم يتم الإعلان عنها لرفع الجاهزية. نعم نعم هناك أيضا تخوف مثلها مثل بقية الأمراض التي كانت نعم قد اختفت، طيب وعلينا أن نكون حذرين ويقظين. نعم، مرض الدفتيريا ربما هو الأكثر خطرا دكتور عبد الرحيم، كما تعلم سجلت في محافظة إب المحاذية لمحافظة تعز 90 حالة، يعني ما يقارب 12 حالة يعني توفت بسبب هذا المرض. أسباب هذا الأمراض وأيضا طريقة الوقاية منه، وما هي المحاذير من أجل عدم وتجنب إصابة بقية المجتمع في محافظة إب أو المحافظة المجاورة؟ كما قلت أن هذه الأمراض هي من الأمراض البكتيرية القابلة للتطعيم واللقاحات متوفرة، ولكن تظهر في الكوارث مثل كوارث الحروب، وكما هو حاصل في انهيار المنظومات الصحية والنظام الصحي وعدم الرقابة على مصادر العدوى. وبالتالي فإن الطريقة للوقاية منها هو أولا رفع الجاهزية لتسجيل الحالات والحد من انتشارها عند الظهور سواء كانت دفتيريا أو جمرة خبيثة، كما يجب على السلطات الصحية ومنها مكتب الصحة في المحافظة المعنية سواء الدفتيريا في إب أو صنعاء وكذلك الجمرة الخبيثة في تعز، مكتب الصحة في المحافظة، وزارة الصحة، المنظمات العاملة عليها أن ترفع جاهزيتها لمواجهة أسوأ الاحتمالات حتى لا تحصل الكارثة، وبالتالي تكون المؤسسات الصحية غير جاهزة لمواجهة مثل هذه الحالات. الوقاية هناك لقاحات، هذه من الأمراض القابلة للتطعيم كما قلت سابقا، توفير اللقاحات، الأدوية متوفرة وخاصة فيما يخص الجمرة الخبيثة، من حسن الحظ ورحمة الله سبحانه وتعالى أن أدوية الجمرة الخبيثة متوفرة ورخيصة ومتوفرة بكميات كبيرة في سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، لكن التخوف من الجمرة الخبيثة هو سرعة انتشاره إذا ما تحول إلى الجهاز التنفسي أو الجهاز البلعي. نعم، طيب دكتور عبد الرحيم، يعني لو فصلتنا فقط يعني مرض الدفتيريا، ما هي يعني الأعراض التي عن طريقها يكتشف المرض؟ الدفتيريا من الأمراض التي تصيب الأطفال ذات المناعة المنخفضة، وهذا هو الوقت المناسب لنقص المناعة نتيجة لعدم توفر الأغذية المناسبة وكذلك اللقاحات والحروب والكوارث. هذه بكتيريا تسمى الدفتيريا بمرض الخناق، يبدأ الطفل بالشعور بحمى شديدة جدا، ثم تتكون طبقة غشاء وهي الاسم المسمى الدفتيريا، هو عبارة عن كلمة لاتينية تعني الغشاء، يتكون غشاء في حلق الطفل، ثم تنتشر البكتيريا بشكل أكبر حتى يشعر الطفل بالخناق، وبالتالي ممكن هذه الأعراض هي التي تودي بالطفل. مواجهة هذا المرض يبدأ أولا بمعالجة الحالات وحصاره في المنطقة التي يظهر بها، ثم اللقاحات للمخالطين وللمنطقة التي يظهر فيها المرض. نعم. الحمى الشديدة، ارتجاج الطفل من الحمى، الاختناق، تكون غشاء في حلق الطفل مع البدء بالشعور بالخناق. نعم، طيب دكتور عبد الرحيم، أعود للأستاذ عدنان حزام المتحدث باسم الصليب الأحمر. أستاذ عدنان، لا شك أيضا إذا مؤشرات خطيرة من ظهور مرض الدفتيريا في محافظة إب وبهذا الرقم الكبير خلال تقريبا أسبوع. كانت هناك تجربة أيضا لكم ولجميع المنظمات ولمكاتب الصحة في مرض الكوليرا الذي ربما لم يتم
تسليط الضوء عليه إلا بعد الانتشار بصورة كبيرة. هل الآن لديكم أنتم في الصليب الأحمر خطة لتسليط الضوء على هذا الوباء، مكافحته، رصد يعني مبالغ مالية أو أدوية خاصة من أجل مكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره؟ طبعا كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أوائل من قام بتقديم الاستجابة لمكافحة هذا الوباء. طبعا نحن دعمنا أو ما زلنا حتى اللحظة ندعم 19 مركز لمعالجة الكوليرا في مختلف المحافظات. من إجمالي تلك الحالات المشتبهة نحن ساهمنا في معالجة ما بين 15-20% من تلك الحالات. نعم تلك الجهود متواضعة، ولكن ما نلاحظه أن هناك عدم استقرار في القراءة للأعداد سواء الحالات المشتبهة أو الوفيات، وهذا يعود أعتقد إلى الجهود التي تبذل من جميع الجهات سواء كانت الحكومية أو المنظمات الإنسانية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم الدعم والمواد الطبية في هذا الجانب، وكذلك في رفع الوعي المجتمعي. كما يعرف الجميع الوقاية خير من العلاج، فالوقاية كانت هي الدافع الأساسي في جعل الرقم غير مستقر أو ينحسر. ولا يعني ذلك أن نقول أن هناك سيطرة على هذا الوضع، ولكن هناك مؤشرات إيجابية في هذا الجانب. نعم، أنتم نزلتم نزول ميداني سيد عدنان إلى هذه المناطق، إلى محافظة إبعة على وجه التحديد؟ نزلنا لدينا مكتب في تعز يغطي محافظة إب، وكذلك نزلنا إلى الحديدة وصعدة وعدن ولحج وذمار وغيرها من المحافظات. نحاول كما يعلم الجميع نحن منظمة إنسانية، لسنا جهة حكومية أو دولة بالتأكيد تستطيع أن تكون لها تدخل كبير جدا، ولكن تدخلاتنا هي من أجل التخفيف من تلك المعاناة. أعتقد أن الظهور أن الجهود تضافرت في هذا الجانب، وهذا ما ينعكس على الحالات، رغم أن هناك حالة اشتباه عالية جدا لأنها انحصرت فيما يخص الوفيات، وهذا يدل على أن هناك مؤشر إيجابي مش اطمئناني، ولا نستطيع أن نقول هناك سيطرة تامة، ولكن هناك مؤشر إيجابي في مكافحة هذا الوباء. نتمنى أن يكون هناك جهود أكثر سواء من المجتمع الدولي للدعم القطاع الصحي في اليمن الذي هو للأسف الشديد يعاني من وضع مزري للغاية. هناك منشآت دمرت واستهدفت بطريقة مباشرة وغير مباشرة، هناك شحة كبيرة في الموارد الطبية، فلذلك ندعو أن يكون هناك تضافر وجهود أكبر في هذا الجانب. نعم، أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم الصليب الأحمر الأستاذ عدنان حزام، كنت معنا من صنعاء. وقبل إكمال الحديث نذهب مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه التصريحات التي تحدث فيها عينة ممن استطلعنا آراءهم حول انتشار وباء الدفتيريا في محافظة إب وأيضا الجمرة الخبيثة في تعز والمخاطر التي تهدد حياة اليمنيين من هذه الأمراض والأوبئة. الحكومة باعتبار مسؤوليتها عن المواطن اليمني هي مسؤولة بالدرجة الأولى عنه، وخصوصا في الجانب الصحي الآن مع انتشار الأوبئة ومرض الكوليرا الذي لا تكاد تسلم منه محافظة يمنية. دور الحكومة يتمثل في شيئين، في قضية الإغاثة العاجلة والفرق الطبية ومحاصرة المرض، وأيضا تنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والتي لديها برامج صحية والتي اقتصر دورها على إحصائيات تنشرها بناء على معلومات منظمات محلية، وجهود متواضعة جدا لا ترقى إلى مستوى المرض ولا إلى مستوى الأوبئة التي تفتك باليمنيين، وخصوصا مرض الكوليرا الذي وصل إلى مرحلة تعتبر مرحلة حرجة يجب مواجهتها سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. الحكومة عليها توفير اللقاحات والمستلزمات الطبية إلى كل محافظات الجمهورية، والمنظمات الدولية أيضا مطلوب منها أنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا وفي ظل الحرب وفي ظل الحالة الانقلاب التي فرضها ميليشيا الحوثي وصالح، ينبغي على المنظمات الدولية أن تقوم بدعم الحكومة الشرعية بالمعونات وبالأموال اللازمة من أجل
مكافحة مثل هذه الأوبئة، لأن هناك حسب الكثير من التقديرات والإحصائيات أن هناك المئات الآلاف من الناس مصابين بكوارث بيئية، وأيضا هناك مسؤولية مجتمعية تتمثل في أنه ينبغي على المجتمع وأن تكون هناك توعية مجتمعية، وأيضا تشارك فيها الحكومة عبر مؤسسة، عبر الجامعات، عبر المدارس، عبر وسائل الإعلام بتوعية المجتمع بمخاطر هذه الأوبئة وبضرورة الحد منها وكيفية الوقاية من هذه الأمراض والبيئة. وبالتالي فالمسؤولية مشتركة بين المجتمع وبين الحكومة وبين المنظمات الدولية. ينظروا إلى الوضع الإنساني، الوضع الكارثي الذي تعيشه، الذي يعيشه المواطن اليمني، الوضع الصحي تحديدا، انتشار الجائحة، جائحة الكوليرا، وانتشار الكثير من الأوبئة الأخرى والتي رأيناها كثيرا خصوصا في بعض المدن التي تعاني من الحصار وغير ذلك. يفترض بالإنسان اليمني دائما أن ينظر له على أنه أولوية وأن يعامل على أنه الأساس، وما أن ظهرت هذه الجائحة وغيرها من الجائحات يفترض بالمجتمع اليمني، بالحكومة اليمنية، الحكومات الشقيقة، وكذلك بالمجتمع الدولي أن يمد يده بالعون لكي يوقف هذه الجائحة من ناحية، وكذلك يفترض بالجهات اليمنية الداخلية والمجتمع المدني أن يقوم بدور فاعل في التوعية لإيقاف هذه الجائحة عند هذا الحد. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا ربما عينة من تصريحات الناس حول انتشار هذا الأوبئة والمطالبة الشديدة من المجتمع الدولي والحكومة بتحمل مسؤولياته حتى يتم الحد من انتشار هذه الأوبئة. أعود للدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في تعز. دكتور عبد الرحيم، من خلال متابعتك كيف تقيم أداء وزارة الصحة والحكومة في متابعة هذه الأوبئة والحد منها وإعادة تأهيل هذه المراكز الصحية والمنظومة الصحية باليمن بشكل عام؟ على الأقل أنا أتحدث فيما يخص محافظة تعز، وأقول بأن الجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة الصحة لم ترقى إلى مستوى الكارثة، وليس لأن هذا تعمد، ولكن أنا أعتقد أن جهود الحكومة لوحدها ووزارة الصحة لوحدها فيما يخص الكارثة التي تمر بها المحافظة وانهيار القطاع الصحي والنظام الصحي يحتاج إلى جهود جبارة. ذلك أننا أولا ورثنا نظام صحي متهالك ومهتري من المخلوع وأسرته، بالإضافة إلى أن المنظمات الدولية، نحن على الأقل في تعز نشعر أن التنسيق بين المنظمات الدولية ووزارة الصحة في الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن ليس بذلك المستوى الذي يجعل من حضور هذه المنظمات ذات حضور فاعل ومؤثر، إذ أن كل منظمة تعمل بأجندتها، وأحيانا تتداخل أعمال بعض المنظمات في نفس المنطقة وفي نفس البرنامج وفي نفس الأنشطة المنفذة، وبالتالي يبقى هناك مساحة واسعة لم تملأ لا بواسطة الجهد الحكومي المتمثل بوزارة الصحة ومكتب الصحة في تعز، ولا من قبل هذه المنظمات. نعم، أو بواسطة هذه المنظمات. طيب دكتور عبد الرحيم، يعني يتساءل الكثير وربما تحدث الكثير وكتب الكثير فيما يخص دور المنظمات التي تعمل في هذا الجانب، بأن هناك ربما عملية احتيال، عملية يعني البحث عن مبالغ مالية وملايين الدولارات، لكن ربما لا تصل إلى من هم يعني محتاجين أو إلى من يراد مكافحة الأوبئة التي تطالهم، هو الشيء القليل. وعلى سبيل المثال مرض الكوليرا، البعض يقول مرض الكوليرا قد انتهى، فيما لا زالت بعض المنظمات الدولية تبحث عن ملايين الدولارات وترصد ملايين الدولارات وتطالب المجتمع الدولي بدعمها لمكافحة هذا الوباء. كيف تقيم أدارها، يعني أداء هذه المنظمات، وهل فعلا هناك فساد ممنهج بهذه المنظمات للبحث عن يعني تجميع أموال لأوبئة قد انتهت؟ سأبدأ من منتصف السؤال. أولا، القول بأن مرض الكوليرا قد انتهى هذا غير صحيح. نعم، نحن نتوقع بأن الجائحة المنتظرة في بداية الصيف القادم وبداية موسم الأمطار قد تكون أكثر وطأة وأكثر قسوة مما حصل خلال هذا العام منذ
27 أبريل الماضي. نعم دكتور عبد الرحيم، سأعطيك الوقت لتكمل ما بدأت، ولكن في هذه الجزئية فقط، يعني كما تعلم أطباء بلا حدود أغلقت ربما معظم مكاتبها لأنها تقول بأن يعني اختفت حالات مرض الكوليرا في هذه الأماكن التي كانت فيها مراكز تتبع أطباء بلا حدود. قد تغلق منظمة أطباء بلا حدود أو منظمات أخرى تغلق الأماكن التي كانت قد فتحت أثناء ورود أعداد كبيرة بالمئات من حالات الكوليرا والإسهالات المائية الحادة، لكن هذا لا يعني أنها قد انتهت. ولم تصرح حتى منظمة أطباء بلا حدود، لم تصرح بأن الإسهالات المائية الحادة ومرض الكوليرا قد اختفى، لكن بقاء الأماكن التي تم فتحها مثل مدرسة في منطقة الحوبان وكذلك مستشفى أطباء بلا حدود في منطقة الحوبان وبعض مراكز أو وحدات الإرواء في وحدات صحية ومراكز قد تغلق. نعم ذلك لأن الأعداد لم تعد بالمئات مثل ما كان في شهر مايو يونيو يوليو الماضي، لكن تبقى هذه المراكز جاهزة لفتحها في أي وقت. ولم يحصل أن صرحت، أنا أعرف وعلى اتصال مع منظمة أطباء بلا حدود وهم متواجدون داخل مدينة تعز، ولم يصرحوا بأن الكوليرا قد انتهت، وهم أغلقوا بعض المراكز التي كانت قد فتحت أثناء توافد أعداد كبيرة. فيما يخص أعمال المنظمات، نعم هذه المنظمات تريد الحفاظ على مكانتها وعلى تواجدها في مناطق الكوارث، وبالتالي فإنها يعني تقتنص الوضع التي تمر بها بلد ما مثل اليمن ومحافظة تعز بشكل خاص لكي تجمع الأموال لمواجهة هذه الجائحات من ضمنها الإسهالات المائية الحادة والكوليرا وبعض الأمراض. لكن نحن لدينا ملاحظات على عمل هذه المنظمات. أولا ملاحظة تنسيقية، لا يوجد تنسيق حقيقي على أرض الواقع، بل أن من كثرة ما تقوم المنظمات بالحفاظ على تواجدها أنها تنسق مع من تقابله لأول مرة. على سبيل المثال في تعز تنسق مع المكتب الصحة الذي تديره الميليشيات للعمل داخل المناطق والمديريات المحررة حتى فيما يخص هذه الكوارث، وبالتالي تصبح هذه المنظمات تعمل من جهة واحدة وتنظر إلى المشكلة من منظار واحد ولا تكتمل صورة العملة من الجهتين في في نظرنا. تبقى هذه المنظمات مطلوب منها أن تكون أكثر شفافية في ما تبنيه من الأموال لمواجهة هذه الكوارث والتنسيق الفعلي على أرض الواقع في مناطق الكوارث، وبالذات مع الحكومة الشرعية ووزارة الصحة ومكاتب الصحة وخاصة في المديريات المحررة. نعم طيب دكتور، ابقى معي نشارك معنا في الحديث مسؤول الترصد الوبائي في محافظة مأرب ناصر السعيدي. مرحبا بك أستاذ ناصر. أستاذ ناصر السعيدي مرحبا بك. إذن ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ ناصر السعيدي مدير الترصد الوبائي في محافظة مأرب. مضطر أعود إليك دكتور عبد الرحيم السامعي. دكتور عبد الرحيم، أيضا أنتم في محافظة تعز، لا شك أن هناك ما هو أهم من مرض الكوليرا في القطاع الصحي، وتحتاجون ربما لمراكز صحية ولأدوية معينة. هل هناك مثلا جهود تبذل في هذا الجانب من أجل تغطية الجوانب الصحية الأخرى والأمراض الأخرى؟ هو كما أوضحت سلفا بأن تغطية المشكلة الصحية بشكل عام لا يمكن لأي جهة أن تقوم بها، سواء كانت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية أو منظمات معينة، لابد أن تتضافر الجهود. وبالتالي نحن في تعز استقبلنا الكثير من المساعدات من مركز الملك سلمان، وكنا نصرح في كل الدفع والشحنات التي تصل من الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة مركز الملك سلمان وبعض المنظمات مثل منظمة البعثة الدولية للصليب الأحمر وكذلك أطباء بلا حدود وكذلك من وزارة الصحة في برنامج الإمداد الدوائي في عدن. لكن
أعود وأكرر بأن ما يبذل من جهود لا يرقى إلى مستوى الكارثة التي تمر بها، ذلك أن 90% من المؤسسات الصحية في بعض الأوقات متوقفة نتيجة لعدة عوامل. أولا حصول الكارثة بنفسها، الكوارث الصحية هذه والمرضية. ثانيا انعدام الرواتب والموازنات التشغيلية للقطاع الصحي لما يقرب من عامين. هذه الرواتب هي المسؤولة وهي الكفيلة بعودة الكادر الصحي لتقديم الخدمات. هناك بعض الكوادر الصحية تتمنى العودة إلى مؤسساتها وتقديم الخدمات ولو بالحد الأدنى للمواطنين، لكن انعدام الرواتب، انعدام بدل المواصلات مقابل وجبات غذائية لهذا الكادر له ولأسرته تفاقم من الكارثة. نعم. وبالتالي نصل إلى نقطة أنه كل ما تبذل بهذه الجهود هي جهود مشكورة لكن تبقى أيضا ليس بمستوى الكارثة. نعم. طيب دكتور نشري أيضا يبقى معي، أعود أيضا إلى مأرب مع ناصر السعيدي مسؤول الترصد الوبائي في محافظة مأرب. مرحبا بك أستاذ ناصر. حياكم الله جميعا. أهلا بك دكتور ناصر. أنتم في محافظة مأرب، لا شك مأرب كانت قبل الحرب ربما لا يتجاوز عدد السكان فيها من 300 إلى 400 إلى 500 ألف، الآن ربما هناك أكثر من 3 مليون يقطنون هذه المحافظة. الوضع الصحي في هذه المحافظة، المراكز الصحية، طريقة مكافحة الأوبئة، ترصد الوباء، حدثنا بصورة مفصلة عما يدور في مأرب، الوضع الصحي بالتأكيد. حياكم الله، شكرا لقناة بلقيس وللمستمعين والمشاهدين. محافظة مأرب كما قلت فعلا كانت أعداد السكان عندنا في محافظة مأرب لا تتجاوز 350 ألف في كل المديريات. الآن الضغط فعلا كثير على محافظة مأرب بسبب النزوح، أنه النازحين من جميع المحافظات يتجهون إلى محافظة مأرب نظرا للخدمات أو للأمان الذي موجود في محافظة مأرب. فعلا للأسف الشديد المؤسسات الصحية تعاني من ضغط كثير جدا على هذه المحافظة، والكادر الصحي والمؤسسات الصحية تستقبل يوميا أعداد كبيرة من هذا الناس النازحين، وظروفهم فعلا ظروف صعيبة. طبعا في حالة الجائحة التي حصلت في اليمن من مرض الكوليرا وعدة الأوبئة التي تواجه المحافظة، فهذه المحافظة والمؤسسات الصحية تحتاج فعلا إلى دعم من المنظمات الدولية الصحية مثل منظمة الصحة واليونيسف والحكومة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية ومحافظ محافظة مأرب حفظهم الله. ونحن في المؤسسات الصحية نحاول بقدر الإمكان أن نشتغل، ولكن للأسف الشديد تعمل المؤسسات الصحية بالميزانية التي رصدت في عام 2014 إلى الآن لم تتغير هذه الميزانية. نعم. هل هناك من يعني مخاطر تهدد المراكز الصحية في محافظة مأرب، أو هناك ربما نقص حاد ل يعني جزء معين من الأجهزة أو المراكز التي تحاولون إنعاشها وإحيائها من جديد من أجل استقبال هذه الحالات التي تصل إليكم؟ أكيد لا شك أنه فيها نقص في بعض الأجهزة وبعض المرافق الصحية، يكاد الكادر حقها او التجهيزات حقها تقريبا حوالي من عام 2000 او من عام 2001 الى الان لم تتغير هذه الاجهزه، ففعلا تحتاج هذه المستشفيات الى اعاده تاهيل واعاده ترميم واعاده ايضا اجهزه طبيه حديثه بمواكب العصر وبمواكب التعداد السكان او النازحين الذين موجودين في هذه المحافظه. طبعا في نقص اكيد في بعض الأدوية، خاصة الأدوية حق الأمراض خاصة بالأمراض المزمنة، الأمراض المزمنة التي يتردد عليها الناس كثيرا، طلب زي الأنسولين زي المغذيات التي نحتاجها في حالة الأوبئة التي تنتشر في المحافظة وخاصة هذه الأيام، مع أنه هذا الأيام موسم يسموه موسم الزراعي، المزارعين يقوموا بزراعة بسماد بعض الأسمدة مما تؤدي إلى انتشار الذباب بكثرة في المناطق مدينة مأرب والمديريات المجاورة لها. نعم أستاذ دكتور ناصر، أنت كما تعلم الكثير يضرب المثل الجميل في محافظة مأرب، وهناك ربما نهضة يعني تنموية كبيرة تشهدها محافظة مأرب وتختلف عن بقية المحافظات المحررة الأخرى،
يعني على الجانب الصحي أنت ربما تشكو من عدم أي تأهيل، ولا زلتم تعملون ربما بكل الأجهزة والمنظومة الصحية القديمة التي كانت من عام 2000 كما تتحدث. ألم يكن الآن من القيادة الجديدة في محافظة مأرب اهتمام لهذا الجانب، محاولة ترميم بعض المراكز الصحية، فتح مستشفيات جديدة؟ طبعا في حاجات جديده حصلت، وفيها دعم بعض المنظمات زي قلت لك منظمه الصحه العالميه واليونيسف، لكن انا اطالب بالمزيد نظرا للتعداد السكان المزايد او النازحين الذي يوفدون الى محافظه مأرب بشكل مستمر. ونعم في مستشفيات جديده، وفي تاهيل لبعض المستشفيات، لكن لا توفي بالغرض الذي تتطلبه محافظه مأرب نظرا لازدحام السكان الذي موجود فيها حاليا. ففعلا نحن نحتاج الى زياده الميزانيه للمرافق الصحيه وزياده الدعم من المنظمات الصحيه نظرا للتوافد الكثير من المواطنين الى محافظه مأرب. فعلا كما قلت انه محافظه مأرب تنعم بالخير الكثير الحمد لله رب العالمين، والمرتبات للموظفين المدنيين في الجانب الصحي تصرف شهريا، لكن ان فيها كوادر دخلت كثيره ومتعاقدين معها في بعض المستشفيات، ويحتاجوا الى تثبيت سم او يحتاجوا الى من يدعمهم بمرتبات من اي منظمات اخرى. اشكرك جزيل الشكر الدكتور ناصر السعيدي، مسؤول الترصد الوبائي في محافظه مأرب. وقبل العوده الى تعز مع الدكتور عبد الرحيم السامعي، سنذهب مشاهدينا الكرام لمتابعه هذه الماده المعلوماتيه، عدها الزميل وديع عطا عن الاوبئه والامراض التي تفتك باليمنيين، ومن ثم نكمل النقاش. من جديد مشاهدينا الكرام اهلا بكم، اعود لتعز مع الدكتور عبد الرحيم السامعي في محورنا الاخير. دكتور عبد الرحيم، اذا الان ربما السؤال الاهم، الى اللحظه لم نسمع اي تحرك من قبل وزاره الصحه او من قبل الحكومه الشرعيه للحديث عن مرض الدفتيريا الذي بدا ينتشر في محافظه اب، وايضا مرض الجمره الخبيثه الذي كما تحدث عن حاله فرديه بدات تظهر في محافظه تعز. الجميع يتساءل اين هي وزاره الصحه؟ اين هي الحكومه الشرعيه؟ لماذا يعني تغيب حتى تحل الكارثة، ومن ثم يعني تصبح الجهود غير مجدية عندما تحل الكارثة بشكل كبير؟ على الأقل فيما يخص حالة الجمرة الخبيثة، وللأمانة أقولها أنه بعد ساعات من توثيق حالة الجمرة الخبيثة في تعز، تواصل معي وكيل وزارة الصحة في عدن الدكتور علي الوليدي، وكيل وزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وكان مهتم بكيف تم تسجيل الحالة ومن أين، والوثيقة التسجيل ودرجة الأمان في التزريع، وسأل كثيرا وأرسلت إلي الوثيقة التي تؤكد حصول أو أكدت حدوث هذه الحالة. فيما يخص الدفتيريا، أنا كنت على اتصال مع مكتب الأوتشا وهو مكتب تنسيق المنظمات في محافظة إب، وأكد لي أحد العاملين في المكتب بأنهم على اتصال مباشر في موقع حصول حالات الدفتيريا، وهذا كان قبل ظهور حالات في صنعاء. من حيث جهود وزارة الصحة فيما يخص الدفتيريا في إب، حقيقة ليست لدي معلومات،
لكن فيما يخص الجمرة الخبيثة تواصل معي وكيل المحافظة، وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، وكما قلت بأن ظهور حالة جمرة خبيثة جلدية لا تدعو إلى القلق بقدر ما يدعو إلى اليقظة في إمكانية تحولها إلى الجهاز التنفسي والبلعي، وبالتالي نكون على استعداد لمواجهة هذه الجائحة. نعم، ألا تخشون دكتور عبد الرحيم من أن ينتقل المرض إلى محافظة تعز؟ لا شك أن إب هي المحافظة المجاورة لمحافظة تعز وهي إقليم واحد، هل هناك تخوف من انتقال الدفتيريا أو هل اكتشفتم أي حالات في تعز لهذا المرض؟ نعم، التخوف موجود، لأن بالعكس فإن الوضع الذي تعيشه محافظة تعز هو أسوأ من الوضع يمكن الذي تعيشه أو يكاد يكون يتساوى مع الوضع الذي تعيشه محافظة إب، وبالتالي فإن التخوف مشروع وقائم. لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالات دفتيريا أو خناق في محافظة تعز أو في المدينة، لكن هذا البرنامج ونشر المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك في إدارات التثقيف الصحي، التثقيف والإعلام الصحي في مكاتب المحافظات المجاورة هو جزء، هذا البرنامج أنا أعتبره جزء من الاستعداد ونشر المعلومات للمواطن وللمجتمع ولوزارة الصحة أيضا وللسلطات الصحية برفع الجاهزية لمواجهة انتشار حالات إذا ما حصلت في المحافظات المجاورة. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحة في محافظة تعز. مشاهدينا الكرام، لم يبقى في ختام هذا الحلقة إلا أن نستطلع بعض الآراء في الفيسبوك عن موضوع الحلقة وانتشار الأمراض والأوبئة، ونبدأ مع صديق البرنامج يعلق بالقول الأخ أبو مؤمن الصباحي: ظهر عفاش وظهر الجمرة وظهر الحوثي وظهر الكوليرا وظهر الحراك وظهرت الدفتيريا. لكن الله يا يمن، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس فنضيع. أبو مؤمن الصباحي. رأي آخر، الأخ ناصر النصيري يعلق بالقول: شيء مؤسف ومؤلم أن يصبح وضع اليمنيين بهذه الصورة، والأكثر إيلاما هو عدم الاستجابة من المنظمات الدولية ومسؤولي الصحة والإغاثة. فعلا اليمن أصبح مأساة منسية بكل ما تعنيه الكلمة، لا ينظر إليها أحد أو لا ينظر إليها أحد. رأي أيضا آخر من الأخ أي إيمي عادل تعلق بالقول: نحن الشعب اليمني نتعرض للجوع وللمرض مثل الكوليرا الذي يفتك بنا، ونتعرض للعطش لعدم وجود مياه نظيفة. اليمن فوضى ودمار، الشعب اليمني أصبح دمار، الشعب اليمني يعاني من انعدام الأدوية للمرضى. إيمي عادل. رأي أخير، إذن نختم برأي الأخت إيمي، كان هذا آخر رأي حول موضوع الحلقة من انتشار الأوبئة والأمراض في اليمن وما ظهر أخيرا من مرض الجمرة الخبيثة ومرض الدفتيريا في محافظة إب وتعز. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا الزملاء في الإعداد والإنتاج الزميل ودي عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.